شكرا السيد الوزير. السيد الوزير، حنا فرحانين حيت نتوما واعيين بالمشكل، واعيين بانه كاين مشكل على مستوى الموارد البشريه، واعيين بانه كاين مشكل على مستوى التاخر في اعتماد هيكله جديده مناسبه. اعلنتوا وحنا مازال ما فاهمين شنو هي الاسباب ديال التاخر في اعتماد العقده البرنامج. هذه سنوات، كنظن هذه السنة الثالثة، ما عرفش الرأي العام شنو هي الأسباب وراء ذلك. الأمر يتعلق بمؤسسة وطنية هي الإذاعة الوطنية اللي جسدت السيادة الوطنية في كامل التراب المملكة، هي اللي ربطت الاتصال ديال الدولة السلطة المركزية بالمواطنين في المناطق النائية عبر التاريخ، وأمنوا الوحدة ديال الهوية الوطنية ديال المغاربة. الأمر يتعلق السيد الوزير بخصاص فظيع على مستوى العدد ديال العاملين في واحد العدد ديال المرافق ديال هاد المؤسسة الوطنية. السيد الوزير المحترم، كاين تضخم في واحد العدد ديال ربما في المستحقات المالية الشهرية، ولكن النسبة الأعظم منها هي تعويضات. كيتفاجئوا الناس أنهم بمجرد ما كياخذوا التقاعد كيرجعوا في واحد الحالة ديال الخصاص فظيعة. السيد الوزير المحترم، كاين اشكال ديال الاحترام ديال المؤسسات النقابيه وغياب حوار مع الممثلين ديال العاملين في المؤسسه. كتقول لنا خديتوا قرارات ووجهتوا ودرتوا الى اخره، علاش هادشي ما كيتنفذش؟ من وراء ذلك؟ في مصلحه من؟ تردي الاوضاع في الاذاعه الوطنيه السيد الوزير المحترم.